وللحديث أكثر عن أهم ما جاء خلال جلسة المباحثات البرلمانية المشتركة والتي عقدت اليوم في مقر المجلس الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معنا عبر الهاتف من أبوظبي سعادة النائب فاضل السواد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب عضو الوفد المشارك. سعادة النائب، أهلا بك في نشرة الثامنة. هل لك أن تطلعنا عن أبرز ما تضمنته جلسة المباحثات الرسمية اليوم بين مجلس النواب البحريني والمجلس الاتحادي الإماراتي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب، قام وفد مجلس النواب اليوم بعقد جلسة مباحثات برلمانية مشتركة في مقر المجلس الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة برئاسة معالي السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات، وذلك ضمن زيارة رسمية وبدعوة كريمة إلى أبوظبي. التأكيد أن الشواهد الواقعية والدلائل البارزة تعكس حجم العلاقات الفريدة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في ظل ما تستند إليه من تاريخ ممتد بدأه الآباء المؤسسون من حكام البحرين والإمارات الكرام، وبلغ أزهى مراحله في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله ورعاه. العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية الشقيقة ضاربة جذورها منذ قرون، وترتكز على الوشائج القوية والركائز الثابتة والتي شكلت الدعامة الأسمى لمسار المشترك تتلاقى فيه الدولتان على المستويين الرسمي والشعبي، وتستظلان بمدى واسع من المشتركات في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية والتنموية، وما توج إزاء ذلك من مشاريع تنموية صناعية وقاعدة موحدة لعمل مشترك تزداد وثاقة في ظل حرص من كبار المسؤولين وحكومة البلدين بمتابعة واهتمام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأخوي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة رعاهم الله. تطرق اللقاء ما قامت به ميليشيا الحوثية الإرهابية من هجمات على مناطق ومنشآت مدنية في الأراضي الإماراتية، واستهدفت أرواح الأبرياء الآمنين معربة معاليها عن بالغ الإدانة والاستنكار لما تقوم بها قوى الإرهاب والتطرف عبر استخدام الطائرات المسيرة المفخخة في نشر الخراب والدمار. نعم سعادة النائب فاضل السواد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب عضو الوفد المشارك، شكرا جزيلا لك.